توك انه النهارده هنتعلم ازاي نعمل لعبه بالشر. اول حاجه اشيل كل اللي انا عامله ده اساسا. واول حاجه جبتها دخلت على جوجل وجبت وكتبت سكراتش في النص. وبعد كده لما كتبت سكراتش رحت دايس على اول واحده ودخلني، هتلاقي علامه القطه وشاشه بيضاء. شيل القطه وجيب الباك جراوند من هنا وجيبوا انتر ووتر، واختاروا بقى اللي انتوا عايزينهم الاثنين دول. وجبت شخصيه شارك، وجبت علامه القطه، وجبت انيمالز. وبعد كده نزلت لتحت، قعدت انزل اهي لغايه ما لقيتني. اختاروا دي او دي اللي انتوا عايزينها، يعني انا اخترت دي عن نفسي عشان بصراحه عجباني يا جماعه. فادينا رجعنا فيديو جديد، ويلا نجيب وان كليك. وان كليك دي معناها لو دوست على المخدر ده حاجه هتحصل بس لما نحطها. بعد كده نجيب ساوند ونجيب اول واحده عادي جدا. وبعد كده نجيب بايت، بصوا هيكون صوتها عامل كان الشارك بياكل السمك يعني. وبعد كده نجيب كنترول، نجيب فوريفر. فوريفر دي يعني قول حاجة تتكرر مش هتخلص خالص. وبعد كده نجيب تاني ستبس وتحطها جواها اهي. وبعد كده نجيب بوينت او اللي هي تلاقوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لو تساوي واحد تساوي واحد. بص بقى تعمل ايه، بصوا دوخت انا مش سايب كلام. بعد كده بصوا مش تلاحظوا حاجة اهو، جبنا الانمي. يلا ننزل اهو. ايه يا عم مش تلاحظوا ان انا لما ادوس عليه بصوا بيتلو بيفتح ويقفل بقه. بصوا بقى انا هعلمكم ازاي تعملوا بقى حاجه بسيطه جدا. بص جيب نكس، بص بقى هيعمل ايه. بس هتلاقوه بسرعه. فاحنا هنعمل ايه؟ فاكرين القصه بتاعتنا لما جبنا ويت سكند ونخليها 0 بوينت، واخدين بالكم 0 بوينت يعني دوت بوينت 1. بصوا بقى تبقى ازاي، تبقى كويسة يعني حلو مش وحش. وبعد كده لما نيجي نعمل بقى دلوقتي نكمل اللعبة بتاعتنا. بصوا يا جماعة تلاحظوا ما انا بعمل كده بلاش وامشي بيه بقى، بلاش الشرك بتاعي اختفى وراح بعيد. انا مش عايزه يعمل كده. اروح بعمل ايه، نروح على الموشن ننزل تحت ونجيب اف اون ات باونس. بصوا بقى يعني ايه، يعني لو انا جاي يخبط هنا بصوا بيعمل ايه، بيرجع تاني يعني مش عارف يخرج من الحته دي كده. تمام كده هنكمل لسه في الارك. ودلوقتي يا جماعه جينا للمرحله اللي بعديها. ايه هي؟ هنجيب الفيش يا جماعه عشان نخلص. ودلوقتي هتقعد تنزل انزل 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 وجيب فيش. طب يا جماعه انتوا هتقولولي مش عايزه انا هتعب نفسي كده قبل ما اجيب حاجات كتير، ولا تتعب نفسك. هتروح على الفيش، على حته الفيش كده دبل كليك يمين، هتقعد تدوس على علامه دبل كليك يمين لغايه ما توقف اللي انت عايزه. انا عن نفسي هعمل 4 بس يعني كويسين مش وحشين، مش وحشين يعني، مش وحشين اسف يعني. انا عندي
ودلوقتي اهو هنجيب اول فيش بقى هنعمل فيها ايه؟ نجيب ايفنتس وين كويت اهو جبنا وين كويت. بص انا في اول بصوا عايزين نعمل فيش عايزينها تقعد تمشي كتير كده وبسرعة وتقعد تمشي في حتة عشوائية وكده حتة عشوائية. أول حاجة نجيب موش نجيب go to random position أهو. بصوا دلوقتي أصل أنا لسه معملتش بقى. وهنجيب ايه ده يا عم اللي دخلنا عليه؟ بصوا مش لاحظة ان هي بتقعد تمشي 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 تمشي. انا هوريكم بقى اصل هي واقفة مش بتتحرك. نجيب move 10 steps. بصوا اهو هتلاقوها بص كل ما ادوس الاقيها بتتحرك كل مكان. بصوا وهي هنا برضو بص بتعمل ايه؟ بتقعد تمشي كتير بتقعد تمشي كتير. فاش بتاع يا عم انت اسكت يا عم. فهنجيب بعديها يا عم الفيش فهنجيب من كنترول بيت انتي بيت انتي هتلاقوها اهي وتحطوه عادي جدا زي اي حاجة. وبعد كده نجيب سنسنج نجيب اول واحدة تاتش ماوس بوينتر. بس دلوقتي بقى تبقى ازاي؟ بس هتلاقوها بتتحرك في كل مكان بس هتبقى سريعة شوية. فانتوا الحاجة بقى تسكوها. بصوا بقى هنا دلوقتي جينا على المرحلة اللي بعديها. بصوا برضو هتلاقوا اللي هي هنا كل ما تيجي تخبط بترجع تاني كده كده كده. فانا عايزة تعمل كده عندنا هنا. فنعمل ايه؟ هنجيب الفيش نجيب موشن وتنزل على اتش اون اتش بام. دي برضو نفس الكلام لما احنا حطيناها هنا عند الشارك عشان ما يخرجش. بصوا بقى تبقى عامل ازاي. بصوا تلاحظوا ان هي مش بتخرج عن مكانها. فدلوقتي يلا بصوا بقى دلوقتي اهو حطينا كل الحاجات. دلوقتي احنا بنلاقيها بصوا بتختفي كل ما كلها يعني تختفي وتخبط وكل الحاجات. فانا عايزها كده وعايز برضو تظهر. فنعمل ايه؟ نجيب لوكس وننزل تحت خالص اخر حاجة نوسع ده كده بس شوية. نجيب ايه كده ونحطها تحت بين كله. بعد كده نجيب هاي نحطها تقريبا هنا كده اهو نحطها تحت الحتة دي كده تحت ريبيت أمس. بصوا احنا حطيناها غلطنا غلطة حطيناهم عند الشارك وهي المفروض تتحط عند الفيش اهي. نمسح بقى الشو من عند الشارك نخليها تفك عنها كده نشيل دي. يا عم شيل يا عمو انت يا عمو يا عمو انت يا عمو. بصوا اهو اختفت على طول اول ما كلتها. بصوا بقى في ناس كتير هيسألوني انا هتعب نفسي بقى وكل شوية لازم اعمل. لا 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 متعبش نفسك. روح على وين كليك كليك دبل كليك معرفش بقى انتوا بتسموها يعني اهي. بصوا اهي ونحطها في المكان اللي احنا عايزين تتحط فيه. بصوا اهو دلوقتي اهو تروح سايبنا هلاقيها لسه ما اتحطتش. اه تحاول اصل هي صعبة اوي يعني صعبة اوي ان انت تحطها ورزلة في نفس الوقت يعني. بس مستسلم انا مش هستسلم غير لما احط اهو عشان ننهي الفيديو وانتوا تكونوا متعلمين ازاي نعمل لعبة الشارع. اهو 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 خلاص اهي هاني اهي اهي معمولة اهي والله والله اهي معمولة يا جدع انت اهي لسه ما اتحطتش ازاي. بص انا
بص انا مش عايز اجيب اسماك كتير عشان ما نبقاش حاطين كتير وكده. انت حط اللي انت عايزينه، بعد كده هحط بس عند السمكة دي اللي هي متحطتش. فانتوا بصوا ايه ندوس هنا، ايه هنلاقيها ماشية ورا السمك بتاعنا، فهتسيبها وتشيلها عشان تعرف تحطها بالظبط لما تيجي عند البتاع. فانت تشيلها تحطها بالظبط. بصوا لما تلاقيها بتتحرك كده يمين وشمال زي، بصوا كده ايه، لما تلاقيها بتتحرك يمين وشمال كده استنوا ايه تتحرك كده، يبقى انتوا تسيبوها عشان ايه. بصوا دخلت ايه، ونمسح بقى دي وكده. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله تكونوا اتعلمتوا ازاي نعمل اللعبة. كون يا عم، واشوفكم.